السلام عليكم حبايبي طلاب اولى اعدادي. ان شاء الله النهارده نتكلم مع بعض على سؤال مهم جدا، وهو سؤال الديالوج، سؤال المحادثه. طيب، ناس كتير بتكتب لي في التعليقات: يا مستر، عندنا مشكله في حل سؤال المحادثه. ان شاء الله النهارده وبعد الحصه دي هتطلع بتعرف تحل اي محادثه هتقابلك بكل سهوله. عندنا كام فعل مساعد في الانجليزي اللي هم ملخبطينك دول طول السنين اللي فاتوا؟ انا بلمهم لك النهارده. عندنا verb to be هو am was are في المضارع، was were في الماضي. خمس افعالهم: am is are في المضارع، was were في الماضي، وهم ما لهمش الا الصوره دي بس، خلاص. طيب، عندنا have و has في المضارع والماضي منهم had. لازم تحفظ الثلاثة مع بعض كده وتخليهم لوحدهم. وعندنا do و does في المضارع والماضي منهم did. تمام كده؟ كده الأفعال المساعدة خلصت، محتاجة جدا عشان تكون أي سؤال، وهنفهم ليه دلوقتي. طيب، في نوع تاني اسمه الأفعال الناقصة. الأفعال دي اللي هي will، وهنعرف دلوقتي بنستخدمها ازاي. will would وcan وcould وshall وshould وmay ومight وطبعا must. لازم تحفظهم برضو، قولهم معايا كده: will would، will would، can could، can could، وطبعا زي ما قلنا shall should، shall should، واخر حاجه may ومايت، وفي must طبعا لوحدها. طيب، الافعال الناقصه والافعال المساعده راجع عليهم كتير واحفظهم. طب بنحفظهم ليه يا مستر؟ هقول لك يا سيدي بالراحه. احنا ما عندناش في الانجليزي حاجه اسمها هل، يعني بالعربي لو عايز اسال حد انت اكلت مثلا فهتقول له هل انت اكلت، لكن في الانجليزي ما فيش كده بقى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل ليها اكتر من كلمه. طب هحفظهم ازاي؟ انت اصلا حفظتهم. الافعال المساعده دي والافعال الناقصه لو جت في اول الجمله ده بيكون سؤال بهل. سؤال بايه؟ بهل. تاني كده، الافعال المساعده والافعال الناقصه لو جت في اول الجمله هيكون اسمها سؤال بهل، يعني هيكون معناهم هل. طب يا مستر، ما هي كده صعبه ليه؟ طب وانا هختار ام ولا از ولا ار ولا هاف ولا دو؟ ده اللي هعلمه لك دلوقتي بكل سهوله. اولا عشان اطمنك، القاعده دي ما بتتغيرش ابدا. احنا قلنا سؤال بهل الاول. بس انا سامع حد بيقول يا مستر هو انا هعرف ازاي السؤال ده بهل ولا باداه استفهام؟ السؤال بهل ده يا سيدي دايما اجابته يا اما هتكون بياس يا اما هتكون بنو، بس كده. وطبعا اللي يعادلهم بقى، يعني مثلا ياس بتساوي شور بتساوي اوف كورس، يعني بالطبع ياس او نو اللي هي معناها لا. طيب، يعني اي اجابه انت هيكون عندك اجابه وهتكون لها سؤال. اي اجابه تلاقيها بادئه بياس او نو او اوف كورس او شور، تمام، ببدا اسال بهل، ابدا اكون السؤال بايه؟ بهل. طيب يا مستر حلو خالص، انا لقيت نقط كتيره والاجابه مكتوب فيها ياس في الاول، اعمل ايه؟ روح اجري على القاعده دي، ولا لازم تحفظها معايا دلوقتي. ايه القاعده دي؟ دي قاعده السؤال بهل. القاعده دي عباره عن ثلاث حاجاتهم وترتيبهم مهم جدا. علشان اكون سؤال بهل لازم ابدا بفعل مساعد او ناقص، هنكتب كده تحت فعل ناقص. طب انت بقى دلوقتي المفروض انك فاهم يعني ايه فعل مساعد، يعني ام او از او ار او واز او وير او هاف او هاز او هاد او دو او داز او ديد او فعل ناقص اللي هو ويل او وود كان او كود شال او شود او مي او مايت. طب ما كده صعبه؟ لا مش صعبه ولا حاجه، بس ركز بس. يبقى اول حاجه يا شباب ابدا بفعل مساعد او ناقص. يبقى السؤال بهل بيبدا بايه تاني كده؟ فعل مساعد او ناقص. طب انت حافظ الفعل المساعد والناقص؟ اه طبعا يا مستر، ما هو انت كاتبه على السبوره، احفظ بقى معايا. طيب، تاني حاجه لازم يكون عندي اللي يجي بعدهم على طول الفاعل اللي هو السبجكت. طيب ايه هو السبجكت؟ احنا قلنا يا اما يجي لي اسم زي احمد او علي، تمام، اسم واضح يعني، او يجي لي طبعا طبعا ضمير يا شباب زي اي او وي او يو او زي او هي او شي او ات. يبقى اول حاجه فعل مساعد او ناقص، وتاني حاجه الفاعل اللي هو اي او هي او شي او وي او يو او زي، وتالت حاجه يا مستر، تالت حاجه بتيجي عندي اللي هي التكمله، تكمله الجمله او تكمله السؤال. طيب يا مستر انا حافظ القاعده دي، اسمع حالك، سمع فعل مساعد فاعل والتكمله. طب انا كده عرفت احل؟ ما اعرفش احل حاجه. لا بقى، خلي بالك بقى، القاعده دي كلها كده قدامك، كل عليك انك هترتبها لي من الاجابه. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ يعني كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده اصلا عندك في الاجابه. ركز في الحته اللي انا هقولها دي، ما هتجيبش حاجه ابدا من دماغك، يعني انت كل اللي عليك هتحفظ الترتيب ده وترتبه لي من الاجابه. لا اديني مثال عشان افهم يا مستر. حاضر يا سيدي، بص كده، المفروض ان الشخص ده مثلا بيكلم الشخص ده، احمد بيكلم سامي. انت هتسال، هيجيب لك هو نقط كتير كده، ده سؤال محادثه صعبه بالنسبه لك اهو، شوف ازاي هيكون سهل ان شاء الله. والاجابه مكتوب فيها مثلا زي ما اتفقنا، هتلاقي كاتب لك ياس اجابه عاديه خلاص، ويقول لك زي ار انجري. انا بتكلم عن مجموعه شباب مثلا متضايقين او غضبانين، فانا بسال سؤال كانت اجابته ايوه هم يكونوا غضبانين، ايوه هم زعلانين دلوقتي. طيب اسال ازاي بقى يا مستر؟ ولا اي حاجه. السؤال بدا بايه؟ الاجابه سوري، الاجابه بدا بايه؟ بياس. يبقى ده سؤال بايه؟ بهل. يبقى تروح لقاعده مين؟ هل، اللي هي فعل مساعد فعل تكمله. المستر محمد قال لك ايه؟ مفيش حاجه هتجيبها من هنا، كل اللي هتجيبه موجود في الاجابه. كل اللي هتجيبه موجود فين؟
في الاجابه، بس المهم انك انت تبقى شاطر وحافظ دي. يعني اول ما اشوف الاجابه بيس افتكر الحاجات دي على طول، فعل مساعد او ناقص يعني ده موجود في الاجابه. اه طب دور عليه كده، شوف كده. طبعا يس دي خلاص احنا عارفين ان هي عشان تعرفني ان ده سؤال بحال، زي ده فاعل ما ينفعش. طيب في حاجه بقى افهم دي، في حاجه في الاجابه من المربعات دي دايما كده، في حاجه في الاجابه من اللي قدامك ده، دور كده لو لقيت يبقى انت ماشي تمام. اول حاجه موجوده عندي مين؟ ار. برافو عليك. يبقى هبدا بمين؟ بالفعل المساعد اللي هو ار. ايه ده مستر؟ يعني ده دايما هيكون موجود هنا؟ اه يا سيدي دايما، بس ركز بس في اللي انا اقوله لك، دايما هتلاقيه موجود عندك في الاجابه. فانت بتقول لي ار، وتاني حاجه مين يا رجاله؟ الفاعل. دور بقى على الفاعل زي. حلو قوي، ار زي، وكمل بقى من بعد الفعل المساعد على طول للاخر، حتى لو كان السطر كامل. السؤال بهل بتيجي بعد الفعل المساعد وتكمل تكمله الجمله على طول، انجر. طب اقرا كده صيغه السؤال ده. حاضر. هل هم غضبانين؟ هل هم غضبانين؟ فانت بتقول لي ار زي انجري، كانت الاجابه يس زي ار انجري. سهله. طيب احنا جبنا حاجه من دماغنا، احنا كل علينا لقينا الاجابه بيس، دورنا على حاجه من الحاجات اللي على السبوره دي لقينا ار، بدانا بيها زي ما القاعده بتقول، وجبنا الفاعل بعدها، وبعد كده تكملت الجمله. طيب هناخد مثال تاني، بس انت اللي حل بقى، انا هكتب لك المثال، وزي ما قلت لك طبعا وقت الفيديو مش هيسمح ان انا احل معاك 30 40 مثال، عشان كده هتلاقيني سايب لك مذكره موجود فيها كل الايه الامثله اللي ممكن تمرنك على السؤال ده. خلينا ناخد حاجه تانية كده وتكون مختلفه شويه. طيب لو انا قلت لك مثلا شخص، خلاص بقى هنتعود هنسيب الحاجات دي ثابته وهنبدا نسال بيها، خلاص دي محادثه سؤال واجابه. عندي سؤال، احنا بنكون السؤال وما اعرفش لسه الاجابه ايه. الاجابه لقيت موجود فيها مثلا نو، وقال لي مثلا شي، اتكلم عن بنت هنا، واحد بيسال عنها، وقال له كانت سوير. هناخد كل الافكار اللي ممكن تجي لك في الامتحان ده، كده اجابه عايز لها سؤال. طيب الاول اشوف انا عايز سؤال بهل ولا سؤال باداه استفهام. لازم رجاله لازم تعمل القواعد دي، احنا قلنا الموضوع سهل ولكن محتاج منك انك تعرف الاساسيات اللي انا بقولها دي. طيب نو او يس في الاول يبقى سؤال بهل، يبقى سؤال ايه؟ بهل. اول ما الاقي سؤال بهل الحمد لله مش هتجيب حاجه من دماغك، كله من الاجابه، بس اهم حاجه لازم تبقى حافظ القاعده دي. واحد بيقول يا مستر انا هاخد القاعده دي اعلقها عندي على المكتب كده، انت كده هتبقى ممتاز وتعرف تحل سؤال المحادثه. طيب الاجابه بنوع يا رجاله، يبقى انا عايز هنا فعل مساعد او ناقص، هنجيبه منين؟ من الاجابه. طيب احنا قلنا دور بقى على ام او از او ار او هاف او الافعال الناقصه، اوعى تنسى دي موجوده معانا برضو، ويل او كان. طيب شي ده الفاعل، وكانت خلي بالك بقى كان هنا الفعل الايه المساعد او الناقص اللي هسال فيه، اقول له كان ادي رقم واحد، رقم اثنين الفاعل اللي هو شي. في مستر او مس هتقول لك اعكس دي مع دي، مفيش مشكله انت ماشي صح، الفعل المساعد بيجي الاول وبعدين الفاعل. مين اللي قال كده؟ القانون ده. يبقى كان شي، وكمل بقى من بعد كلمه كانت من بعد الفعل المساعد، كان شي سوام. معناها ايه؟ هل هي بتعرف تعوم؟ بتقدر تعوم؟ واحد بيسال هل البنت دي بتعرف تعوم؟ فواحد رد عليه قال له لا دي هي ايه؟ ما بتعرفش تعوم. سهله يا رجاله واضحه؟ طيب احنا جبنا حاجه من دماغنا؟ لا، كله من الاجابه. نو شي كانت سويم، فانت قلت لي كان شي سويم، هل هي بتعرف تعوم؟ ما بتغيرش حاجه عن اللي في القاعده خالص. افهم الاساسيات بس والتركات الصعبه اللي انت خايف منها هقولها لك كلها دلوقتي. طيب خليك فاكر بس احنا اخدنا حاجه هنا من الافعال الناقصه واخدنا من ام واز وار. اديك مثال تاني وانت حله كده. لو انا لقيت سؤال شخص برضو بيسال شخص، انت اللي هتكون السؤال، خلي بالك انت هتلاقي الاجابه مكتوبه، انت هتسال سؤال طويل اهو والاجابه قال لي ياس مثلا، وقال زي بالنسبه لثالثه اعدادي هاف ترافل مثلا لوكسور، اقول لك هم سافروا لوكسور. طيب تمام، انا بسال سؤال اجابته ايوه هم سافروا لوكسور. تمام تمام، عايزين مثلا نطلع السؤال. احنا اتفقنا ابص على اول حاجه يس ولا نو، يس او نو، يبقى سؤال بايه؟ بهل. يبقى انا كده لو الجمله اللي تحت دي بادئه باي او وي او جمله كامله ده اداه استفهام، بدا بيس او نو او اي كلمه زي شور او سيرتينلي او اوف كورس او الكلام ده، يبقى هنا اسال بايه؟ بهل. طب هل اعمل ايه؟ دور على كلمه من الحاجات اللي انت حافظها، المفروض بقى الحاجات دي خلاص ثابته في دماغك عشان تدور عليها. طيب يا مستر دور على فعل مساعد او ناقص زي ما اتفقنا، رقم واحد هاته يس زي هاف اهو مسكته، حطه لي هنا بس اعمل اتش كابيتال عشان ده سؤال بقى، الحاجات دي خلاص احنا كبرنا عليها يا رجاله. هاف وبعدين اعكس زي، مش احنا قلنا رقم اثنين الفاعل، وبعد كده من بعد هاف بتكمل على طول كده، شغل نفسك بالطريقه دي ترافلت لوكسور. انا عايزك بقى تمرن نفسك في المذكره اللي انا سايبها لك،
معنى ايه السؤال؟ هل هم سافروا الاقصر؟ فانت قلت لي ايوه هم سافروا الاقصر. سهله ولا صعبه؟ سهله. يبقى انت لما بتلاقي اجابه بدأ بيس اور نو، كل اللي عليك انك حافظ فعل مساعد فاعل تكمله الجمله، وحافظ الافعال المساعده والنقص. بتعمل ايه؟ بتكون لي القانون اللي قدامك ده. بتدور على الفعل المساعد اللي هو هاف او كان او ويل او از او ام او ار زي ما انت شايف، وطبعا بتعكس بقى، تحط الفعل المساعد الاول، بتمشي على القاعده ولا تعكس ولا حاجه. انت حفظت حقق القانون، فعل المساعد الاول وبعدين الفعل، وبعدين تكمل من بعد الفعل المساعد على طول. واضحه كده؟ ناخد مثال تاني ولا كده تمام؟ كده تمام يا مستر، احنا عرفنا كده. طيب خلينا ناخد تركيه كده صغيره من الحاجات اللي ايه الصعبه شويه، لكن الاساس اللي احنا شغالين عليه ده ما بتغيرش ابدا يا رجاله. نفس السؤال انت بقى هتجاوب. لو انا لقيت مثلا سؤال واحد بيجاوب على السؤال ده، طيب خلينا نكتب الاجابه كده زي ما اتعودنا. قال لي مثلا no I، خلي بالك بقى no I، هناخد اي مثال صعب كده ونقول له مثلا wasn't sad او happy. عايزين نكون سؤال الكلام ده، حد يعرف؟ اه مستر سهله جدا. ايه اللي سهل؟ اولا الاجابه بدأ بنو، يبقى ده سؤال بايه؟ بهل. احنا اتفقنا على الموضوع ده خلاص. طيب هل هعمل ايه يعني؟ ادور على الفعل المساعد او النقص. عندي هنا واز، هسال بيه. صح، برافو عليك. طيب نكتب. يبقى السؤال هيبدا معايا ازاي يا شباب؟ بالفعل الايه؟ المساعد اللي انا لقيته ايا كان بقى، خلاص ايا كان، ما ينفعش يتغير. ما ينفعش يبقى فيه هنا از وتسالي بار، ولا ينفع يبقى فيه هنا واز وتسالي باز مثلا. غلط. اللي بجاوب بيه بسال بيه. خليك فاكر الحاجه دي. واز، هل. واز في اول جمله، كل الحاجات دي في اول جمله عليها يا رجاله. هل، كل الافعال المساعده والناقصه في اول جمله عليها ايه؟ هل. واز. فين التركيه الصعبه يا مستر؟ ما احنا كنا بنعمل كده. قال لك بقى يا سيدي لما تلاقي في الاجابه اي، تمام، بتتحول في السؤال الى يو والعكس. تاني كده، الاجابه لو فيها اي بتسال بيو. يعني كان انا بسالك مثلا هل انت تحب كذا، فانت تقول لي نعم انا احب. انت هنا غيرت انت اللي هي يو الى انا في الاجابه. فطبعا دي تركيه مهمه جدا ولازم تشتغل بيها. يبقى اول حاجه الاي بتتحول الى يو، تمام. واز، وطبعا خلينا ناخد طبعا في حاجه كده بسرعه كمان نزودها. احنا اتفقنا الاي بتتحول الى يو دايما. خلينا نكتب هنا كده او نكتبها هنا، ركز كده. اي طبعا بيجي معاها ووز او ام، اي بيجي معاها ووز او ايه او ام. لما بتيجي تتحول بقى بتتحول الى يو، طبعا يو بيجي معاها ار او وير. يبقى اي ام او اي ووز بتتحول الى يو وير او يو ار، يعني بتتحول والفعل المساعد بتاعها بتتحول. هنا وزنت يبقى هتتحول لايه؟ قبل ما احولها المفروض ان الاي بتطلع يو، مش كده؟ طب يو بقى هسال عليها بوز ولا بوير؟ وير. طبعا دي معلومه انت المفروض عارفها، فهتقول لي هنا وير يو وتكمل بقى هابي. طيب معناها ايه كده؟ معناها هل انت سعيد؟ فبقول لك ايوه انا سعيد. يعني الاي لما بتتحول الى يو في السؤال برضه الفعل المساعد بيتحول، لان يو ما بتاخدش ام ولا يو بتاخد واز، يو بتاخد وير وبتاخد ار. فلازم التركيه دي نكون مسجلينها عندنا، وطبعا دي من الاساسيات اللي انت بتبقى عارفها. يبقى احنا كده ما عندناش مشكله، القاعده هي هي وبنطبقها عادي، ولو لقيت اي بحولها الى يو. خلاص؟ طيب تمام يا مستر. ايه تاني بقى؟ لاحظ كده ان الفعل ده هتحط عينك كده في الاجابه وتطلعه لي، الفعل ده هتحط عينك في الاجابه وايه؟ وتطلعه لي، والفعل ده هتحط عينك في الاجابه وتطلعه لي، والفعل الناقص ده هتحط عينك في الاجابه وتطلعه لي. طب انا لو لقيت سؤال بالمنظر ده وكانت اجابته بالمنظر ده، عايزك بقى تركز في التركيه. اول تركيه صعبه كده وهنخلص. ايه الاجابه؟ الاجابه يس. تمام. تقوم بتقول لي مثلا زي ليف ان جيزه. حد بيسال سؤال كانت اجابته ايوه هم بيعيشوا في الجيزه. على طول بقى تعمل زي ما مستر محمد قال لك، الاجابه ايه؟ بدا بيس اور نو، يبقى سؤال بايه؟ بهل. ارجع للقاعده، هتعمل اول حاجه تدور على الفعل المساعد او الناقص. طيب يس زي ليف ان جيزه. الله الله الله، ما فيش مستر ولا فعل مساعد ولا ناقص. انت بتضحك علينا؟ لا، خلي بالك بقى، انا قلت لك حط عينك على المربع الاولاني ده والمربع الثاني ده والجزئيه دي. في فعل هنا احنا ما جبناش سيرته خالص، هنسميه كده مع بعض الفعل الايه؟ المستخبي. افتكر الكلمه دي، هنسميه الفعل ايه يا رجاله؟ المستخبي. يبقى دو وداز وديد ده انت مش هتلاقيه في الاجابه. تاني كده وبالراحه، انا هبص في الاجابه ما لقيتش دو ولا داز ولا ديد، ما لقيتش دو ولا داز ولا ديد، وما لقيتش اي فعل مساعد. تاني وبالراحه، ببص في الاجابه يا رجاله ما لقيتش اي فعل مساعد او ناقص زي ما انا قلت لك، تجري على الفعل المستخبي على طول. ايه ده يا مستر؟ يعني لما فيش ام او از او وار او ووز او وير او هاف او ويل او كان او كود،
يبقى كده اروح اجيب دو او داز او ديد. طب بناء على ايه بقى؟ برافو عليك. هو مستخبي، مستخبي جوه مين؟ جوه الفعل اللي في الاجابه. جوه الفعل اللي فين؟ في الاجابه. ازاي الكلام ده؟ لو الفعل يا رجاله كان في المصدر، لو الفعل اللي في الاجابه ده كان في المصدر هسال بمين؟ بدو على طول كده. طب لو الفعل اللي في الاجابه ده كان فعل اخره اس، كان فعل اخره ايه؟ اس، يبقى هسال بمين؟ بداز جدع. طيب حد شاطر يقول لي لو كان فعل ماضي، لو كان فعل ماضي اخره اي دي مثلا هسال بمين؟ برافو عليك، بدد. بس كده. يبقى انت في حاله انك انت ما تلاقيش فعل مساعد او ناقص في الاجابه هتسال بدو او بداز او بدد على حسب الفعل اللي هو مستخبي جواه. سهله؟ عشان بس ما تقولش ان انا قلت لك، لا انت خليك مركز، احنا ماشيين خطوه خطوه. كل الافعال المساعده والناقصه بتكون موجوده في الاجابه، لو ما لقيتش حاجه منهم تروح لدو وداز وداد بناء على الفعل اللي عندك في الاجابه. يعني السؤال ده، وده طبعا دي الحاله دي بتيجي كتير في اولى اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي. قول لي يس زي ليف انجيزا. عايز حد شاطر يقول لي هجيب الفعل المساعد منين؟ مفيش هنا ام او زار او هاف او هاز او كان او كود، يبقى ادور على مين؟ احط عيني على الفعل، الفعل الاساسي اللي هو ليف. الفعل ده جاي لي يا رجاله في المصدر، يبقى هسال بمين؟ بدو. جدع، برافو عليك. وتمشي على نفس الخطوات. بعد دو عندي مين؟ الفعل اللي هو زي، هل هم، هل هم ايه؟ وكمل بقى تكتب بقى الفعل تاني وبعدين ايه تكمل، هل هم ليف ان جيزا. وعايز اقول لك على حاجه حلوه بقى هتسهل لك الدنيا. دو او داز او ديد لو سالت بيهم بتجيب الفعل بعدهم في المصدر. الثلاثه رجاله، خلاص؟ تاني كده وبالراحه. دو زي ليف ان جيزا، هل هم بيعيشوا في الجيزه؟ فقلت لي ايوه ده هم بيعيشوا في الجيزه. سهله كده ولا صعبه؟ انا ماشي معاك بالراحه جدا علشان تفهم. طيب سهله ولا صعبه يا رجاله؟ سهله، هناخد عليها امثله كتير دي علشان هي دي لو خلصتها اي سؤال بهل طبعا انت لازم يجيلك في المحادثه نقطه او نقطتين اجابتهم يس اور نو، وهتحلهم بنفس الطريقه بالظبط. بس هناخد عليهم امثله كتير دلوقتي. خلينا نيجي نسيب الجزء اللي تحت ده عشان انا عارف ان انت لسه ما حفظتوش، بس لازم تروح البيت تحفظه. او لازم طبعا انت قاعد في البيت تتفرج على الفيديو لازم تكتبه في ورقه كده وتحفظه. امتى اختار دو؟ لو الفعل جاي لي فين؟ في المصدر. طيب خلينا ناخد مثال تاني يا مستر بس يكون صعب شويه. حاضر. شخص بيكلم شخص. وهناخد تركيتين هنا. انا عندي سؤال هكونه كانت اجابته نو اي، ركز بقى كده، او بلاش نو عشان نو كده هتساعدنا ان احنا هتلاقي نو اي دونت او نو اي دازنت، فاللي هنلاقيه في الاجابه هنسال فيه. لكن لو قلنا هناخد عليها مثال برضه، لو قلنا يس اي او يس، خلينا نتكلم عن بنت او ولد، يس هي او يس علي، ونقول لايكس تشيز، يعني كاني بقول ايوه علي بيحب الايه؟ الجبنه. طيب عايزك انت بقى تكون سؤال للاجابه الصعبه دي. سهله يا مستر، الاجابه بدأ عندك بايه؟ بنو او يس، يبقى هسال بهل. طب هل موجوده في الاجابه؟ دور كده مفيش، يبقى اروح لدو داز وداد. اروح لدي دو داز وديد. طب هختار انهي، دو ولا داز وديد؟ او اللي هيحدد لك الفعل ده، اللي هيحدد لك كلمه لايك او لايكس او لو كان الفعل ماضي. يعني حط عينك هنا، الفعل هي اخره ايه؟ اس، يبقى هسال بمين؟ ها فعل اخره اس، يبقى اسال بداز. الحاجات دي لازم تحفظها، لازم تحفظها زي اسمك. انت ازاي تجيب الفعل المساعد من الفعل المستخبي؟ بعد داز هي، وقلنا بيجي بقى من فعل فين؟ في المصدر، فهتشيل الاس بقى في السؤال، فتقول لي داز هي لايك، وكمل بقى جملتك الاخر، يبقى هل هو بيحب الجبنه؟ فانت قلت لي ايوه ده هو بيحب الجبنه. سهله كده وبالراحه. تاني، لو الفعل اللي موجود في الاجابه اخره اس بسال بداز، لو الفعل ده كان ماضي هناخد مثال عليه دلوقتي بسال بديد، ولو كان في مصدر بسال بدو. عشان ما حدش يقول يا مستر انا مش لاقي الفعل المساعد والناقص، ده سهله كده. لو ما لقيتهمش تيجي للقاعده التركيه الصعبه دي، ولازم تحفظ لو الفعل في المصدر بسال بدو، لو الفعل مضاف له اس بسال بداز، لو الفعل ماضي بسال بديد. خلينا ناخد مثال اخير، شخص برضو بيكلم شخص. طبعا لو الجمله منفيه هو هيجيب لك دونت او دازنت او ديد بتسال بيهم. فهنا سؤال انت هتكونه كانت اجابته يس، وخلينا نقول اي بلايد باسكت. حل انت بقى، سيبك كده كام ثانيه كده تجاوب الإجابة. أيوة أنا لعبت كرة السلة. طيب أنا ده قلت سؤال بدأ الإجابة بدأ بيس، يبقى هسأل بهل. هل يبقى أدور على الحاجات دي، في هنا أم أو إز أو آر أو ووز أو وير أو كان أو أي فعل ناقص أو مساعد؟ مفيش، يبقى تروح للفعل مين؟ المستخبي، أوعى تنسى. طيب مستخبي في مين؟ في الفعل اللي في الإجابة. الفعل ده في المصدر؟ لا، يبقى مش هسأل بدو.
فعل مضاف له اس لا يبقى مش هسال بداز، فعل اخره اي دي يعني فعل ماضي يبقى هسال بايه؟ بديد. سهله يا رجاله؟ يبقى انت بتحط عينك فين؟ على الفعل على طول، اعرف كده اول ما تلاقيش فعل مساعد واضح ما لقيتش ام او از او ار، الفعل ده هو اللي هيجيب لك ديد او دو او داز زي ما اتفقنا. لو اخره اي دي او فعل ماضي بتستخدم ديد. طيب ها في تركيه ثانيه، ها اقول ديد اي؟ قال لك لا، الاي بتتحول في الاجابه لايه؟ ليو. فهمناها دي بقى، هل انت وكمل الفعل في المصدر بعد ديد. بلاي باسكتبول، هل انت بتلعب باسكتبول؟ فبتقول لي لا انا ما بلعبش، او ايوه انا لعبت. سوري، السؤال هنا معناه ان هو ماضي، هل انت لعبت؟ خلاص في الماضي، فكانت الاجابه ايوه انا لعبت. ماشي يا رجاله؟ واضحه؟ طيب بتهيألي كده السؤال بهل ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اكتر من كده، يعني انت ما تدورش على اكتر من كده. طيب ناخد مثال كده من القديم ده ونفكرك بيه، ولا هتلخبط؟ لا مش هتلخبط ولا حاجه. لو لقيت حد بيسال، عشان نبدا بقى نخش على السؤال بتاع الاستفهام ونخلص المحادثه خالص. المحادثه ما فيهاش اكتر من كده، انت بتكون سؤال. لو لقيت في الاجابه حاجه مثلا بتقول لي يس، احنا اتفقنا كل ده في يس اور نو كويشن، السؤال بهل ايوه، وقلت لي مثلا يس، وقلت لي they are playing chess. جينا للخبطة بقى، مفيش أي لخبطة. إيه اللخبطة في كده؟ طب بالراحة كده وشوف هتحل إزاي؟ فكر كده ثانية. أيوه هم بيلعبوا شطرنج. طيب هنا بيقول لي سؤال بهل، إيه اللي عرفه سؤال بهل؟ إجابة بيس. طيب دور الأول قبل ما تختار أي حاجة، دور على فعل المساعدة والناقص. في هنا فعل مساعدة وناقص؟ في مين؟ ار. اوعي لخبطك ان وراها فعل، ده كده على بعضها اسمها مضارع مستمر. في ار هتسال بار، خلاص يا رجاله؟ في واز هتسال بواز، في وير هتسال بوير، في از هتسال باز. اتفقنا احنا ما بنروحش للفعل المستخبي الا اذا كان ما فيش الحاجات دي. طيب هنا هسال بمين؟ بار. امشي على القاعده اللي انت حفظتها، ار فعل مساعد، يجي بعد مين يا رجاله؟ الفاعل اللي هو مين؟ زي، هتطلعه زي ما هو، ار زي، واكمل من بعد الفعل المساعد للاخر، are they playing، تتكتب زي ما هي، احنا ما بنجيبش الفعل في المصدر الا بعد do does did بس، وتشيس. ده سؤال جميل اهو في زمن المضارع المستمر، بتقول لي هل هم بيلعبوا شطرنج دلوقتي؟ فانت قلت لي في الاجابه ايوه بيلعبوا شطرنج. اللعبه ما بتتغيرش، هتحفظ القاعده اللي قدامك دي وتحفظ الافعال المساعده والناقصه، وتشتغل بنفس الطريقه كده مع اي سؤال اجابته يس اور نو او شور او اوف كورس او سيرتينلي او اي حاجه بتفيد ايوه او لا. خلاص هسيب لك السبوره، الجزء ده طبعا لازم تكتبه وتحفظه. نيجي بقى على الجزء الاخير، وده جزء سهل، سهل لمين؟ للي فهم ده. ايه ده؟ هو ده معتمد على ده؟ طبعا. احنا قلنا الديالوج او المحادثه لازم الاساسيات دي تبقى معاك. ده بقى اسمه سؤال باداه استفهام. طب انا مطالب مني ايه يا مستر؟ هجيب ايه من دماغي؟ انا هنا ما جبتش اي حاجه من دماغي. هنا مش هتجيب اي حاجه من دماغك الا حاجه واحده بس، اداه الاستفهام. اداه الاستفهام. يعني يا رجاله المحادثه بتجيبها من الاجابات بتاعتها، السؤال بتكونه من الاجابه. يعني ما بتجيبش حاجه من دماغك، انت بتكون من الاجابه وبتمشي على قاعده، وعلى قاعده انت حافظها وعلى خطوات ثابته. لو انت فهمت السؤال بهل ابدا معايا في السؤال باداه استفهام، لو ما فهمتوش كويس هات الفيديو من اوله واسمعه تاني قبل ما ندخل على اداه الاستفهام. طيب سؤال باداه استفهام الاول بس يا مستر، ايه هي ادوات الاستفهام؟ اشهر ادوات الاستفهام اللي عليك عندي حاجه اسمها وات. خلي بالك الجزء اللي انا هكتبه وامسحه تاني، فانت بقى ركز معايا كده وابدا اكتب ورايا. وعندي كلمه اسمها وير، وعندي كلمه اسمها وين. ادوات الاستفهام كلها مهمه، دي انت بتجيبها من دماغك ولازم تعرف هتجيبها ازاي. وعندي كلمه اسمها ويتش، وعندي هاو ومشتقاتها طبعا، في هاو لونج وهاو اوفن وهاو لونج، وفي وات تايم برضو نكتبها مع جنب وين هنا كده، وات تايم هي هي برضو، وات تايم ما الوقت هي بتساوي وين، وطبعا كلمه وير اين. طيب ادوات استفهام موجوده عندك في الكتاب بتحفظها من الكتاب، ولكن دي اشهر ادوات الاستفهام. كلمه وات معناها ما او ماذا، معناها يا رجاله ما او ماذا، ما او ماذا. بجيبها امتى؟ دي بسال بيها عن الاشياء، معناها ايه يعني بالعربي، ايه الحاجه اللي في ايدك دي، فبتقول لي دي قلم، يبقى انا بسال عن شيء اهو. لو انا لقيت في الاجابه شيء يعني جماد مثلا، يبقى اسال بوات، اسال بيها يا رجاله بوات، بسال بيها عن الاشياء. طيب وير، ودي مشهوره جدا، معناها اين، بسال بيها عن المكان، بسال عن بيها ايه؟ عن المكان. يعني ايه مكان؟ مكان يا شباب، يعني مثلا كلاب، النادي، سكول، المدرسه، يبقى ما تلاقي في الاجابه مكان بتسال بوير، سهله كده؟ طيب وين او وات تايم بسال بيهم عن الوقت،
وين اوت تايم بسال بيه معناه ايه يا شباب؟ الوقت. طيب خلينا نقول معناها ايه فوقيها كده، معناها متى او ما الوقت. لو لقيت في الاجابه وقت، وقت زي ايه؟ زي اقول لك مثلا وقت محدد زي at 7 o'clock، او اقول لك مثلا on Monday في يوم الاثنين، ده وقت خلاص. طيب بسال بيها when what time. طب لو لقيت which، which معناها ايهما، ايهما، ودي طبعا ايه الاختيار للتخيير، بسال بيها عن الشيء اللي انا بختاره. طيب هاو بقى، هاو معناها كيف، هاو معناها ايه؟ كيف، بسال بيها عن الكيفيه. هاو مهمه جدا، هاو معناها كيف، بسال بيها عن الكيفيه. كيفيه ازاي؟ زي ما كنا بنقول هاو ار يو، كيف حالك، او تسال بيها عن كيف تذهب، يعني عن وسائل المواصلات. يا بسال بيها عن الكيفيه ووسائل المواصلات، يعني يا مستر لو لقيت في الاجابه باي كار او باي باس مثلا او كده، بتسال بايه؟ بهاو. طيب هاو اوفن معناها كم مره او كم عدد المرات. هاو اوفن معناها يا رجاله كم عدد المرات، دي مهم عليك. طيب كم مرة دي بقى لو لقيت في الإجابة once اللي هي مرة واحدة، أو twice الناس اللي مذاكرة معايا اللي هي مرتين، أو three time ثلاث مرات، أو طبعا عندك four time five، خلاص بقى يعني مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات أو كده، بسأل بكم عدد المرات على طول. طيب how long بقى، how long دي بسأل بيها عن كم المدة، معناها يا رجالة كم المدة الزمنية. لو لقيت في الإجابة for أو since لمدة أو منذ، بسأل بيه how long. طيب دي أشهر أدوات الاستفهام وإزاي تختارها، يعني أنت لقيت في الإجابة مكان بتسأل بوير. خلي بالك أنت أدوات الاستفهام تجيبها من دماغك، فركز في الحتة دي. لقيت في الإجابة مكان يبقى تسأل عنه بوير وتشيل المكان. لقيت وقت تسأل بوين أو what time وتشيل الوقت. خلاص لقيت شيء من الأشياء تشيل الشيء ده وتسأل بيه what. طيب خلينا نمسح الجزء ده من السبورة ونبدأ ناخد القاعدة دي ونطبق عليها أمثلة. يا ريت طبعا تكتب الجزء اللي انا بمسحه ده، او طبعا تصور الشاشه كده وتبدا تحفظه في البيت كويس، وهو طبعا موجود عندك في كل الكتب سواء كتاب جيم او المعاصر او بيت باي بيت. طب بس احنا في السؤال بهل حفظنا فعل مساعد فاعل وبعدين تكمله الجمله، يعني ليها قاعده عشان كده انا مطمن وبعرف احل السؤال بهل. طب افرض انا بقى مستر وانا لقيت الاجابه وهسال سؤال، تمام؟ افرض انا ما لقيتش يس اور نو اوف كورس او شور او الكلام ده، هتلخبط مثلا؟ لا خالص، عادي جدا هتجيب اداه استفهام وتحطها قبل القاعده دي تاني كده وبالراحه. مش احنا كنا بنقول يا شباب الجمله بتبدا بفعل مساعد يبقى معناها؟ طيب في حاله اداه الاستفهام لا، رقم واحد بقى هيكون هو اداه الاستفهام، سهله كده. ورقم اتنين على طول فعل مساعد. حد يقول يا مستر ازاي يعني فعل مساعد ده هيكون معناها؟ لا، في حاله اداه الاستفهام الفعل المساعد بيجي له رقم اتنين وملوش ترجمه، ما تتعبش نفسك بيه. طب والفعل المساعد ده هيجي من دول؟ هم ما دول ما تغيروش يا رجال، هيكون برضو فعل مساعد او ناقص برضو. فعل مساعد او ايه؟ او ناقص. هم يا رجال المجموعه اللي انت حفظتها دي هي اللي مشغلاك، خلي بالك. عشان كده بقول لك الجزء ده لو انت مش عارفه المحادثه صعبه بالنسبه لك. اي اداه استفهام بتحتاج وراها فعل مساعد او ناقص، بتحتاج وراها ايه؟ فعل مساعد او ناقص. طيب ورقم ثلاثه بيكون عندك الفاعل اللي هو السبجكت، ورقم اربعه تكمله الجمله، والترتيب ده مهم جدا. لو حاجه واحده اتنست السؤال غلط. عشان كده بهتم قوي بتكوين السؤال. ليه؟ لان انت في الاجابه ممكن مثلا اسالك عن حاجه فتقول لي ات كلوب في النادي، وهتقول لي مثلا جمله كامله، عادي جدا. يبقى انت الاجابه مش مطلقه، بتكتب اللي انت عايزه، لكن السؤال لازم تتحدد بقاعده وبقانون انت ماشي عليه. طيب ناخد مثال على الكلام ده. احنا بنكون سؤال، احمد بيكلم باسم مثلا. انا ما عنديش السؤال، انا عندي الاجابه. الاجابه موجود فيها زي، بسأل عن ناس هم، وموجود بعد كده رجال are playing. مثال اهو سهل جدا، وهنبدأ نحل بنفس الطريقة، نفس الطريقة بالظبط، مش هنغير حاجة. زي are playing chess، نفس المثال بتاعنا. معناه ايه الكلام ده؟ هم بيلعبوا شطرنج. خلي بالك هنا الإجابة دي بدأ في yes or no؟ لا. بدأ بيس اور نو؟ لا، يبقى مش هنروح للقاعده دي، هنروح للقاعده دي. الاجابه بدأ بيس اور نو؟ لا، هنجيب القاعده دي. القاعده دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي رقم واحد اداه استفهام. خليك فاكر ان قلت لك في الاول الحاجه الوحيده اللي بتجيبها من دماغك اداه الاستفهام. طب بجيبها منين؟ من الاجابه برضو، بس ازاي؟ شوف هنا هو بيسال عن ايه؟ هم بيلعبوا تشيس، شطرنج. دايما هتلاقيها هي اخر حاجه في الاجابه. بيلعبوا ايه؟ تشيس. تشيس ده قلنا شيء من الاشياء، الشطرنج جماد خلاص. فطالما شيء يبقى هسال بايه؟ جدع، بوات. يبقى هنشيل ده خالص مبدئيا وهنسال عنه بوات. بعد ما كتبت اداه الاستفهام انت خدت نص درجه وحليت السؤال. خلي بالك جبت اداه الاستفهام صح، خدت نص درجه وحليت السؤال خلاص.
طيب ليه يا مستر حليت سؤال؟ كمل خطواتك بقى زي ما انت بتمشي هنا. الفعل المساعد كنا بنجيبه ازاي؟ كان بيبقى موجود في الاجابه، دور عليه ار، يبقى تكتبها لي على طول وانت مغمض عينيك، اوعى تنساها. بعد ار بتكتب مين؟ الفاعل. فين الفاعل؟ زي، برافو عليك لعيب. بعد زي بتكمل من بعد الفعل المساعد، بس خلي بالك مش هنكتب تشيس. ليه؟ لان احنا استخدمنا وات مكانها، بنسال عنها. يبقى وات اور زي بلاينج. سهله يا رجاله، سهله جدا يا مستر. ايه معناها كده؟ ماذا هم يلعبوا؟ طب حد بيقول لي ازاي يا مستر هي ار جت قبل الفعل؟ اه يا حبيبي، ما ده سؤال، ما انت لو فهمت القصه من الاول هتلاقي الموضوع سهل. في السؤال الفعل المساعد بيجي الاول وبعدين الفعل، سواء سؤال بهل او سؤال بعد استفهام. طب هو لازم اداه الاستفهام دي يجي بعدها سؤال، يجي بعدها فعل مساعد؟ لازم يا حبيبي. وبتجيبه منين؟ من الاجابه، زي ما انت اتعودت تطلعه. ذكائك في حاجتين، تقدر ازاي تطلع الفعل المساعد من الاجابه، وهو بيبقى موجود قدام عينيك كده. طب افرض يا مستر ما لقيتوش، تعال نشوف نعمل ايه. طبعا في ناس شاطره فاهمه هتعمل ايه، بس انا هقول لك برده لو ما لقيتش فعل مساعد او ناقص تعمل ايه. خلينا نشوف كده، سهله جدا. اللي فاهم السؤال ده هل بالنسبه له القاعده دي سهله جدا. برضو شخص وبيكلم شخص تاني، وخلي بالك بقى الاجابه، قال له هنا في الاجابه، هنا بقى مفيش يس اور نو عشان هسال بعد استفهام، فهيقول له مثلا شي بنت دي مثلا ليف، طبعا مش هتنفع ليف، فاقول ليفد او ليفز عشان طبعا ده فعل ايه؟ مفرد، او فعل مفرد، فاستخدم هنا مضارع بسيط. شي ليفز، واقول لك مثلا ان كايرو، انا بسال عن البنت دي بتعيش فين. طيب اول حاجه تعملها تبص على الاجابه، لقيت يس اور نو تسال بهل، طب ما لقيتش يس اور نو فعل اداه استفهام، يبقى طيب اول حاجه بعملها بدور على اداه الاستفهام. طيب هجيب اداه استفهام منين يا رجاله؟ من جوه الاجابه، وقلت لك عاده هتلاقيها موجوده في اخر الجمله الاولى، السؤال في الاجابه يعني. طيب هنا ان كايرو، هي كايرو دي عباره عن ايه؟ قاهره، القاهره دي ايه؟ مكان، يبقى اسال بمين؟ جدع، برافو عليك، دوير، اللي هي معناها اين. سهله؟ يبقى انت جبت ده خدت نص درجه على طول كده. طيب كمل بقى قاعدتك، فعل مساعد سهله يا مستر، موجود في الاجابه، طب هاتهولي. شي مفيش هنا از او ار او هاف، طب اعمل ايه؟ حط عينك على الفعل الاساسي زي ما مستر محمد قال لك. الفعل الاساسي هنا اخره اس، يبقى تسال بمين؟ بداز، اسال بداز. هي داز بتجيلي في السؤال، اه رقم اتنين. هنا فعل مساعد ملوش ترجمه، امال جاي ليه؟ جاي عشان يساعدني في معرفه زمن الجمله. طب ازاي الكلام ده؟ مش احنا الفعل هنا هنجيبه في المصدر يا جماعه؟ طب انا هعرف منين دي مضارع ولا ماضي ولا من الايه؟ من دو وداز وديد. داز للمضارع وديد للماضي، ودو برضه للمضارع ولكن بيكون الفعل جمع. طيب احنا اخترنا داز عشان هنا في اس. طيب داز اصلا بيجي وراها الفعل، الفعل عندي اللي هو مين؟ شي. وكمل بقى، هختار الفعل فين؟ في المصدر اللي هو ليف، واكمل الجمله بقى واحط نقطه او علامه استفهام معلش. طب مش هكتب ان كايرو؟ لا، اكتبها ازاي بقى؟ ما انا سالت عليها، يعني اين هي تعيش؟ قال لي هي بتعيش في القاهره. سهله؟ سهله جدا. طيب انت كده بتتعلم ازاي تحل المحادثه بكل بساطه، عندك قاعدتين اساسيتين ماشي عليهم، القاعده الاولى فعل مساعد، فاعل تكمله الجمله، وببدا بفعل مساعد لو الاجابه بدأ بيس اور نو. القاعده الثانيه وهي السؤال باداه استفهام، قاعدتها اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل تكمله الجمله، وزي ما قلت لك الحاجه الوحيده اللي بتجيبها من دماغك هي اداه الاستفهام. مطلوب منك بقى تحفظ الافعال المساعده كلها اللي هفكرك بيها، عندنا ثلاث افعال مساعده، بي وهاف ودو، دو اللي هو المستخبي يعني، وطبعا الافعال الناقصه اللي هي ويل وكان وشال وماي. ناخد مثال كده بسرعه على كان وويل، زي ما خدنا على السؤال بهل سالنا بكان وبرضه بويل، نفس الموضوع بالظبط. الفعل الناقص يا شباب هو الفعل المساعد في المعامله، واحد بالظبط. خلينا ناخد مثال كده. طيب هنا سؤال، شخص بيسال شخص فبيقول له في الاجابه مثلا اي، خلينا نقول اي بقى عشان نلخبطك شويه، احنا عارفين اي بتحول في السؤال ليه؟ برافو عليك. اي ويل عادي جدا ترافل ان او ات، لصعبها لك شويه، ات 8 اوكلوك. واحد بيقول للتاني انا سوف اسافر الساعه 8 خلاص، او تومورو مثلا ات 8 اوكلوك تومورو، كملها عادي خلاص. واحد بيسال كده، ادي اجابه، هسافر بكره الساعه 8 يا سيدي خلاص. طيب اسال ازاي؟ في هنا يس اور نو؟ مفيش، يبقى سؤال بمين؟ اداه استفهام. اجيبها منين؟ من الاخر، من هنا يا مستر، ما احنا اتعلمنا بقى. طيب الساعه 8 بكره دي وقت، موعد وقت، يبقى اسال ها، برافو عليك، دوين او وات تايم، الاثنين صح. طيب سالنا بوين، خلينا نمسح كده ونكتب بالاحمر عشان ما نلخبطكش. انت شطارتك في انك تجيب اداه الاستفهام، الباقي ده انا مطمن عليك فيه. سالتني بوين خدت نص درجه،
طلع بقى الفعل المساعد لو انت شاطر. مفيش فعل مساعد، طب في فعل ناقص فيه اللي هو مين؟ ويل او كان او شال او شود او وات، اي حاجه هتطلعها لي فوق. بتيجي هنا رقم 2 لازم يبقى وين، واقول له ويل لازم يا مستر، لازم يا مستر. بعدين الفعل الاي بتحول الى يو. انا ماشي على القاعده دي 1 2 3 واكمل من اول ترافل، بس ما كملش الاخر لان ده سؤال بعد السفر. لو كان سؤال بهل كنا كملنا الاخر. معناها ايه؟ امتى انت هتسافر؟ خلاص قال له انا هسافر بكره الساعه 8.